لو الحكاية فيها إن فيتو. أنا مسلم من الشرقية. طيب ماشي، قولي لي أنت كنت عايزة. معايا بنتين توأم وعاوزين الجهاز، وإحنا مش قادرين على قد ما بنقدر نعمل معاهم، بس مش قادرين نجيب بقية الجهاز بتاعهم. وابوها راجل كبير يعني عنده 65 سنة. وصفي لي حالتكم، عايشين هنا ازاي؟ عايشين ما فيش شقة ولا حاجة، لو الراجل مشانا الصبح ما نلاقيش حتة نقعد فيها. ولا شقة ولا أي حاجة لنا. عايزين أي حاجة، حتى لو شقة تلمنا ولا أي حاجة، لا حاجة. يكون ملك لنا ولا أي حاجة. أمال قاعدين هنا في إيه؟ قاعدين في واحد مدينا حتة ما قعدنا فيه. كده ما قعدنا فيها كده. تساعدونا يعني عشان البنات اللي معايا دي عاوزه جهاز وعاوزه حاجات. عندك كام سنة؟ أنا عندي 55 سنة. وباباهم عنده كام سنة؟ 65 سنة. وأبوهم بيقبض 450 للشؤون بس. هو ده مصدر دخلكم الوحيد؟ هو دي مصدر دخلنا بس. 450 جنيه بس. وقاعدين هنا بتحرسوا المكان؟ بس. ما قعدنا يعني عشان احنا حارسين الحتة. فيتو